وحان متى كدب عن تأسيء دراية أو تيران الله سيد هذا الشيخ تقول لي جاك هرية ما تحدي دلكا أما هير مارتي فدرال أما هير مارتي مامل قبلت تأسيء الله دراية ما تدي ما أنت لوح السوقي قبل كهيران أنت ودعيس بلدوين إيه معوها معاس تاسو هذا بعد آد وحنون بدن سببته إيه وحماشة كل ما دي وماتو وداد ويالي أرور إيه الشعب إيه الراشين داد ملتري هو قرية وطنية ولدك على مايو هاي حركة الشباب ما يهن آدي آد أيان هو تأسينا إلهي سمر إيبان الله نقدر سيو إما كان تأسيرا في راجد اللي أركبه وحان ما أرتي ربا هنا ما أرتي مر أركبه سببها هي أرمها نقد عيان ويهن دمبو قبل كهيرا ولو كان ما تحركة الشباب إيميل والبكدة قال لم يسو لكن وحوا يدمحو هاي دقال كشباب وامد ما أرتي قابه هنا الدولة الفدرالية هي إمام القبلة هي قوة جهان دقال ميليتري ما هن إلى شعب كله إنفولف دريو ولا قيب دريو وحنا سيب دريه رق أيها الربو هنا مقع كوي عشان وكميديا هي قدومية قبل كحلي زيت أي كميديا هي ما هاي مدحوينا هي شبالة هي مدحوينا كوحيقين كيسة هي نمن هل دبانه قبل كقصو قالوا قاسة أهباش عوادة إن ما أردتي سيف لبود لنقضي أو نابلكع لنقضي أي داي موتيفيشن على سبب كدن بيسو إلا إيغو كرسي قوة فوحي جسر عيا كلية أي أي ما أردتي شعب كي مساكين تكيئين تدعى أكتا هين راديو شبالة دقال وحاق هذا بوثة ميليتري وإن بلان لو سمايا وإن قرش جرا وإن السعب جرا وإن كونتينوتي جرا وإن اللوجيستيك جرتا وإن لغا جنغارا أو إلا ماشا لغا أتكاد عن لغا سور لغن واحد دقال كماشا قالين وابدوميها يرهير هير شبالة إيو محوة هاي قار سياسيين وحلدبانة إيو مساكين تصوم محادة شعب كدقانو معوز ليجا معوز ليجا من نقوم كرتو بوتو معوز ليجا من نقوم كرتو بوتو اللوجيستيك هذا ننهي تطيق دقال كد مركا واحد أوها إستا أرين تكد على البلد وينه وأرين سياسة ذات وحان أركاي مدحوينها هير شبالة ومحاس دقح ديقا أيربور أيربور وحا أباهن بلد وينه ومركو الروب ده أن لقلي كرين مركا أرين تكد على وأرين سياسة ذات وحان آدي آد وبحو ما هي دولة فدرالي قانا إنا إنا كفير سنين إنا دقال كإيقادة عن دكة سياسين تهي كوش قيسنا الشعبك ما ترى هيران دجن إن لقى إليه هي يهد سيدا عن أجن هاي دولة الصومالي وإلا ذا قيبو بدن قيب تكوي لباتنا قيب تلاتي تدوات قيب تلبي تبنات مرك مر هدين هيران قيبو ميليتري وهم كذي سنة هذا هيستا أيها أي تهاي واجب إن أي ودن كإلاليان ما أهل إن ما أرتي شعبك داخلية مع وسنين وحي قبل كرتملها وحد عينه وحي هذا وحي يرى مارت تلك يومين وشو أف والقوت سنة يدوينها الشعب كي دولة هنا مارت كقاسارين حركة الشباب المحاسية محو هاي إلا متوان هي أجدار كذا ما يهم إلا قصة تبغى ولا تبي سورة على قصة قاضي دولة تسبي سياسة لكن وهي هذه ماشة يروح لكلير قرينين أو نبدل السوين أو مال لجلي كرا أن قرن إلا قصوت غمية هن ما تروا عن أركا الدومي على جيتة أو سبب تقدر له أو وح كدم بيا أي تاي الباص عجل إلى ويروان أرجودي محاتو أرجودي على جيتة وما دي وين ماتي واحد إنت نوا شعب يماتو واحد انت وشعب يماتو رب ميليتري هو انت ما جرتو مركا دولة الصومالي وحا سي سترونجلي لوغو السنة أهرمهان إنا لو دايو ميليتري وحوق دولة الصومالي اي دولة فدرالي مامو ليسو
iyo dawladda in loo daayo. Ma ahan wax ma aragtay sympathy ama ma aragtay emotion lagu cararo oo dad iska degan oo maate ah la yiraahdo afar ma aragtay xarako shabaab aan laynay oo laysku soo sawiro laga soo noqdo. Waxa ka dambeeya waa waxa saaki dhacay aad iyo aad aan uga xumahay. Doctor Maryam, shacabka iyo maatada la laynaa aad iyo aad baan uga xunaa, waan uga tacsideyna. Waayahay doctor, waxaan rabaa halka dhalisan tahay cadee dagaal baa dhacay halka waxaa tegay wasiirkii gaashaandhiga ee federaalka, wasiirkii amniga ee Hirshabeelle, mas-uuliyiin ra-iisul wasaarihii tegay jiidda hore ee dagaalka, dagaal ka dhan ah waxaa la yidhi Al-Shabaab baa la qaadayaa. Halka dhalisan tahay cadee dhaliishu xagee weeye? Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waxa aan ka dhaliishanahay hadda runta kuu sheegaa, adduunka meel aan dagaal ka dhicin malah. Kow iyo labaatanka centurina 21st century waad ogtahay inay dagaalo badan ka dhacaan Afghanistan iyo meelo badan iyo maxaa la dhahay Nigeria iyo meelo badan ay ka dhacaan. Meesha waxa waaye qorshaha meesha lagu galay dowladda federaalka ma ay qorshaynin. Hadday dowladda federaalka qorshayn laheeday waxaa la heli lahaa ciidamada xoogga dalka iyo qolada AMISOM lagu sheegayo ayagaa toos u geli lahaa. ma ahan in shacabka iyo macawisleyda iyo barasaaf iyo guddoomiye gobol oo ku shir tagaya idimo xildhibaan inay meesha tagaan. Waa run, prime ministerka wuu tagay, wasiirka gaashaandhiga wuu tagay, muxuu ahay taliyaha ciidanka lugta wuu tagay, laakiin ma yahay aan isweydiine meel markii raggaa laga saaray maxaa la dhahaa jiidadaasoo dhan ay militari qabsadeen ay shacabka ilaaliyeen inaanan waxba gaarin. Waayahay dadka guddoomiyaha wuxuu yidhi si dhuumaalaysi ah ayay ku soo galeen deegaanka dadka ay ku laayeen oo jidgooyada ay ugu dhigteen, dagaalaa naga dhexeeyey matabaani dhankaasaa laisla jiray, laakiin si dhuumaalaysi ayay ku soo galeen, miyaanan ahayn arrintaa mid loo qaateena? Dee horta dagaal walba taatikadiisa uu leeyahay. Hadday dhuumaleysi kusoo galeen iyo hadday open front ay kusoo galeen, waxaa ka horreeya marka hore dowladda iyo gobollada maamul goboleedyada ma soo qorshaysteen dagaal rasmi ah oo waqti badan qaadanaya oo logisticsiisa leh oo raashinkiisa leh oo ciidankiisa leh oo maalinba qeyb xoreyna oo qeybtii la xoreyna la ilaalina. Haddii la ilaalina dhuumaleysi laguma soo galeen. waxaan aaminsanahay meeshaan wax laabla kac ayaa dhacay, waxaana dhibaatada ay ku dhacaysa waa shacabka Soomaaliya hiiraan degan. Waaye dadka maanta la dilay sagaal iyo labaatanka wararka ugu dambeeya hadda ay sheegayaan, maxaad u malaynaysaa sababta loo beegsaday? Dee waa retaliation, argudasho. Adiga ma haddii mar dagaal laysla qaado hub kasta iyo wax kastoo laysku isticmaalo waa wax xore. Nimankan dagaalkii lagu qaaday iyo duulaankii lagu qaaday ayay waxay uga argudanhayaan muxuu ahaa arrinta saa ka dhacdo kale. Waayahay Hiiraan, xasiloonida muddo dheer baa ugu dhibaato fara badanna waa ay ka taagneed, ceelal fara badanna waa la duugay, xoolaa la laayay. Hiiraan, muxuu u xasili la'yahay Doctor Maryam? Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waa su'aal fiican. waxa waa wax walba maamulka ayaa laga cabaaraa. Nasiib darro for the last 15 years ama 15 sano ugu dambeeyay Hiiraan maamul oo maarti dowli ah ama mid goboleed oo sugaya amniga iyo badbaadada shacabka iyo ilaalinta deegaankaba kama ay dhicin. Waa meelaha strongholdka ama saldhigyada ugu waaweyn ay xarakada Shabaab ka samaysatay. waxaa maaragtay dhacday in maamul goboleed oo maaragtay qasab ahoo oo laysku maxaa lahaa qasbay laba gobol in la sameeyo afka kore laga yiri Hirshabeelle oo aan ahayn maamul gaarsiisan inta deegaamo oo Hiiraan ka tirsan tahay iyo inta deegaamo ay muxuu ahay Jowhar ka tirsan tahay. Hirshabeelle ayaa sababta ugu weyn 8 sano ugu dambeysay ayadaa maamulaysa, mana ay noqono sidaad ogtiin xataa gobolka maaragtay Shabeelle dhexe
dagaaladaas way ka socdaan ayagoo teelteele. Marka virtually Hirshabeelle deegaankeedoo dhan waxaa ma aragtay ka socdo dagaallo oo aan dhammaanaynin. Marka su'aasha koowaad waxay tahay sidee loo dhammayn karaa? Waa in la helaa maamulsan, maamul suuban waa in la helaa, ciidan dhisan waa in la helaa, shacab heegane waa in la helaa. Intiiba nasiib darra laguma hayo maamulka Hirshabeelle. waxaad arkaysaa waa usoo gurmadeen madaxweynihii, madaxweyne ku-xigeenkii, xildhibaanadii maaragtay xawaadle qaar ka mid ah ee jeyte kulli meeshaa loo gurmaday, dhallinyaro masaakiin oo hal qori sidato oo ku magac dheer macmusley ayaa la yidhi ka dagaalama. su'aashu waxa waaye, maxaa u qabtaa ciidanka qaybta 27-aad? Maxay qabataa, maxay qabataa guutada shanaad oo beledweyne joogto? Soo maahan xilka xilka xoogga dalka saaran inuu sugo amniga stability iyo security-ga dadka meesha degan. Marka wax kasta waxay ku soo aroorayaan maamul korka ka abuuran oo ayaga leh maartay danahooda ku fushanaa oon shacabkana aan ka fikirayn. Nasiib darra waata waayahay. Haddii arrintan ay sii socoto oo 30 qof maanta baabuurtoodana la gubay, iyagana la dilay, sidoo kale dadkii usoo gurmaday dhaawaca inay qaadaan iyagana miina dhexda lagula beegsaday, xaaladan hadday sii socoto maxay isku bedeli kartaa? Wallaahi adigaba waa garan kartaa, qof kasto Soomaali ah ama damiir la waa garan karaa inuu gobolkaas markii horena waxa ragaadiyay fatahaad iyo muxuu ahaa ciidanka xarakada Al-Shabaab. Haddii aanan maaragtay si oo waafi ah oo constructive ah oo maaragtay powerful haddaan looga shaqaynin, arrinta ay maanta taagan tahay waa kasii darnaan doontaa. waxaan maqlayay xataa gobolka maaragtay beledweyne barigii Buurta iyo beledweyne dhexdeeda inay ka socdaan mu'aamarooyin fara badan, in galbeedka xagga maaragtay oo gaaljecelka deganyahna sidoo kale ka socdo. marka waa uprising fuul ah oo haddaan dowladda usoo tababshaysanin ay noqon doonto disaster.